صفات الله تعالى. الله تعالى موصوف ب13 صفة لا بد منها، فهي ثابتة لله تعالى، وهي الوجود، القدرة، الوحدانية، المخالفة للمخلوقات، الأزلية، البقاء، القيام بالنفس، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الحياة، والكلام. سأبدأ بصفة الوجود، فأقول لك: هل تعلم بأن العالم سمي عالماً لأنه علامة ودليل على وجود الله؟ كيف ذلك؟ إذا رأيت بناءً، هل يخطر في بالك أنه وجد بنفسه من غير أن يبنيه أحد؟ أو رأيت ورقةً مكتوب عليها شيء، هل يخطر في بالك أن هذه الكتابة وجدت بنفسها من غير كاتب؟ لا، فكل فعلٍ لابد له من فاعل. فإذا لم يعقل وجود بناء بلا بان وكتابة بلا كاتب، كيف يعقل وجود هذا العالم بدون خالق؟ إذن خالق العالم موجود وهو الله. وهل يكون من خلق هذا العالم كله عاجزاً؟ كلا. فإذا خالق العالم متصف بصفة القدرة وليس عاجزاً ناقصاً، لأن من كان عاجزاً ناقصاً لا يستحق أن يكون إلهاً. والله سبحانه لا شريك له، بل متصف بصفة الوحدانية، فلا يكون متعدداً، إذ لو كان متعدداً لما وجد العالم. كيف ذلك؟ لو كان للكون إلهان وأراد أحدهما وجود شيء والآخر أراد عدمه، هل يكون ذلك الشيء موجوداً ومعدوماً في آل واحد؟ لا، فإن حصل ما أراده أحدهما فهو الإله، لأن مراده نفذ فهو الغالب، وأما الآخر فعاجز لأنه مغلوب، ولا يكون العاجز الناقص إلها. إذن الله واحد لا شريك له في الألوهية، وصفات خالق هذا الكون لا تشبه صفات خلقه، وإلا لجاز عليه ما يجوز علينا من صفات النقص كالمرض والضعف والموت. إذن الله لا يشبهنا. ثم أنا وأنت والكون كله لم نكن موجودين، ثم وجدنا، أي لنا بداية، فكل واحد منا لولادته تاريخ محدد لم نختره، بل أراده من خلقنا. أما الخالق فليس لوجوده بداية، لأنه لا يحتاج إلى من يختار وجوده، وإلا لكان محتاجاً لغيره ناقصاً. إذن الله سبحانه قديم أزلي، وهو باق لا يموت ولا يفنى، فالفناء نقص أيضاً. إذن الله سبحانه موصوف بصفة البقاء، وهو لا يحتاج إلى غيره. أنا وأنت نحتاج إلى من شاء وجودنا وحياتنا، ونحن بحاجة إلى بعض المخلوقات أيضاً. ألسنا بحاجة إلى الطعام والشراب والهواء؟ بلى. أما الله فلا يحتاج إلى شيء. إذن الله قائم بنفسه، ولا يحصل في هذا الكون ما لا يريد الله حصوله، إذ لو حصل لكان مغلوباً، والمغلوب لا يكون إلهاً. إذن الله متصف بصفة الإرادة، وهي المشيئة، وهو عالم بكل شيء، عالم بنا ويرانا، كما أنه يعلم ويرى كل المخلوقات ويسمع كل المسموعات. كيف لا؟ فلو لم يكن عالماً سميعاً بصيراً لكان جاهلاً وعاجزاً، وهل هذا يليق بالإله؟ كلا، وهو حي متكلم، وكيف لا يكون حياً من أثبتنا وجوده وإرادته وعلمه وخلقه لهذا الكون؟ وكيف لا يكون متكلماً من كان حياً متصفاً بصفات الكمال؟ لكنه حي بلا روح، حي بلا دم، متكلم بلا لسان، بلا شفتين، لا بلغة ولا بصوت، كلامه لا يبتدأ ولا يختتم، يسمع بلا أذن ويرى بلا حدقة، فهو لا يحتاج إلى ذلك كله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.